كانت متباشرة مع حجم القطيع اللي هو عادة يصيف في المجال الرابع. النقطة الثانية خاص حصة الداخل أو الأرسل تعود أكبر من حصص الأقاليم الثانية فيما يخص الشعير، حصة مخصصة من الشعير الأقاليم. لأن علاش؟ لأن احنا الحصة الأكبر من الإبل والله من القنم هي متواجدة عن طريق الأرسل. والصور جوج كيلو نعطاو للجمل باش نعطيو والحصة تقسم بالتساوي سواء ذاك اللي عنده 500 من الإبل وهذاك اللي عنده 10 ديال الإبل نفس الحصة ياخذها ذاك. يعني هذا حتى هي خاصة ترعى بهذه الطريقة. ثانيا خاص إذا ما عاد لا ينظم حتى تنظيم المراعي بهذه الطريقة على الأقل الدعم اللي تعطي الدولة في إطار الشعير تعود جهة الداخل وحدها عندها تكسرها من ذيك بدل من درهمين للكيلو تعود عندها على الأقل درهم ما نصور مع الأقاليم الثانية على الأقل يعود درهم للكيلو باش نعوضوا على الأقل الخسارة اللي احنا نخسروا في فترات الصيف وفترات الجفاف. وشكرا.